السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا مكنة سامسونج ام ال 2165W. المكنة طبعا يا جماعة جاية عايزة بكر سحب. موضوع هنا صعب جدا 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 زي ما انتم شايفين. العمود ده بيركب بمسمارين هنا، ثواني زي ما انتم شايفين اهو يا جماعة، يركب هنا وفي قطعة منه بتركب على علبة تروس. طبعا الموضوع بيحتاج ان احنا نخلي المكنة زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، في مسمار هنا اهو وبنهوي المسامير اللي في الجنب ديت، وفي مسمار كمان هنا اهو بنهوي المسامير دي، وهتابع معاكم بخطوات التركيب وتجميع المكنة من ايه للزيت، او اسف من الزيت للايه. جماعة احنا عندنا قطعة تانية زي ما انتم شايفين، هناخد منها البكرة دي. هتابع انا خطوات نقل البكرة والقطع الناقصة للمكان هنا، لأني وعدت العميل ببكرة أوريجينال، وهتابعكم بصور مفيدة إن شاء الله. الجزء ده يا جماعة بيكون راكب هنا، بنزق ديت في الجزء البلاستيك ده بأي حاجة حديد بتطلع من مكانها بسهولة. طبعا عندي هنا ترس ناقص هكمله من دول عادي، هننقله جدا بسهولة. وهننقل هنا الجديدة هي يا جماعة ودي القديمة، وطبعا هنعمل حركة ديت علشان نخليها احسن من الاول ان شاء الله. خليكم اهو يا جماعة، طبعا في بنز هنا اهو لازم يركب هنا كده، وفي بنز بيبات فيه، في هنا مسمار اهو، في زي ما اتفقنا من هنا مسمار. هقفل، خليكم معايا ان شاء الله لان لسه في هنا ترس المفروض نركبه. هركب مسمار وادي مسمار تاني زي ما اتفقنا، بكر السحب اهو، هنقفل المسامير، وهنا بورد الباور فوق منها بورد الداتا، وهنا الجزء البلاستيك اللي بيداري الليزر، وهنبدا نقفل بلاستيك قطعه قطعه. طب في هنا يا جماعه مسمار جوه، وهنا كمان واحد اهو اهو، في هنا مسمار وهنا مسمار، في سلك بيمشي فيه من جوه كده اهو. هنقفل وهنخش على بورد الباور، خليكم مسمار 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 مسمار، نخش على بورد الباور ونلاقي مسمار هنا يا جماعة، مسمار هنا، في مسامير هنا اهي هو معلم لنا عليها. اقفل وخليكم مسامير اهي، نركب بورد الداتا يا جماعة، مسمار 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 هنا في الهتات اهي، نأكد عليها. نخش على البلاستيك، نركب مع أول حاجة ده الباب ثم الوش، في فلاتة هنا للزراير هنا اهي الصغيرة دي، ونجرب الظهر اهو يا جماعة بنفس الطريقة، في مسمار هنا وهنا وهنا طوال، وبنكمل باقي البلاستيك. طبعا يا جماعة نحاول نعمل تيست سريعا، نتفرج على المكنة قبل ما نقفل الجنبين عشان لو لا قدر الله في حاجه نعملها. تمام الحمد لله، البكر اتصلح، بقت المكنه تمام.